معه فيدراسيون انترناسيونال دي فاز بانه تعيب مع خبراء من هذه الوزاره. فالغريب في الامر ان اصبح هؤلاء الخبراء يتعلمون منا، لأن مسألة المفاوضة الجماعية مسألة ماشي سهلة. لا هذا الصباح أو بالأحرى النقابة المغربية للمهني الفرد الضرامي الآن تشتغل على نوع من لا نقول التوعية بقدر ما نوع من تحسيس للفروع على مستوى المغرب بالكامل، أي في المغرب كله، فيما يخص قانون الفنان وقانون الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. من طبيعة الحال العدد محدود في 12 شخص على أساس أن هؤلاء سيقومون كذلك بتنظيم ورشات لبقية الفنانين حتى تعم الفائدة في المغرب بالكامل، وحتى يصبح الفنان يعلم ما له وما عليه فيما يخص قانون الفنان والأجر الفني والعقود الفنية والمؤسسة الفنية وكذلك التغطية الصحية والتقاعد. إذن لأن الآن القانون سيصدر في غضون شهرين تقريبا، والعقود بطبيعة الحال هي عقود شغل وستكون هناك اقتطاعات لصالح الفنان وكذلك لتغطية الصحية ولما لا تغطية الصحية التكميلية والتقاعد مستقبلا. ثم عندنا موضوع آخر هو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حتى يعرف الفنان حقوق في هذا المجال. عندما يقدم مسرحية ويقدم فيلم إلى آخره راه له حقوق، في حقوق المؤلف كمؤلف الذي هو المخرج أو كاتب المسرحية أو السيناريو، وكذلك حقوق المؤدي الذي هو الممثل أو الراقص أو العازف الموسيقي. والآن والحمد لله أننا تمكننا من العمل على أن تصدر الدولة قانون النسخة الخاصة، وتم استحصال الكثير من الأموال من خلال الدعامات الفنية التي نستوردها والتي تصنع في المغرب، وهي مكوس تستحصلها مصلحة الجمارك في الحدود ومصلحة الضريبية داخل البلاد. بعد ذلك تحيلها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي يوزعها على المؤلفين وعلى المؤدين وعلى صانع الفونوغرام، وكذلك لتسيير وتدبير هذه المؤسسة ولمحاربة القرصنة. إذن هذا الشقين لليوم الأول. اليوم الثاني سنتكلم فيه عن تقنية العمل النقابي وكيف تشتغل النقابة وكيف يعني تشتغل على السياسة الثقافية والفنية بصفة عامة داخل المغرب وسياستها في التعامل مع الدولة ومع المؤسسات الفنية. النقابة المغربية المهنية للفنون الدرامية كتنظم ورشات تكوينية، الهدف ديالها هو تعزيز القدرات النقابية للقيادات الجهوية، والشعار ديالها اللي اختارت النقابة وهو نحو وعي جماعي بالمكاسب وكذلك التحديات. الهدف من هذه الورشات التكوينية اللي كتنظم النقابة المغربية المهنية للفنون الدرامية بشراكة مع الفيدرالية الدولية للممثلين، وهو أولا شرح المنخرطين ديالنا وخصوصا على صعيد المكاتب الجهوية ديالنا وكذلك المكاتب الإقليمية. من خلال هذه الورشات هذه اللي كيستفدوا منها أعضاء المكاتب الجهوية وأعضاء المكاتب الإقليمية وكذلك المنخرطين للوعي بالمكتسبات، خصوصا الشق المتعلق بالجانب التشريعي. فاش كنهضروا على الجانب التشريعي كنهضروا خصوصا على قانون الفنان والقانون التنظيمية، سواء اللي خرجات لانبثقات من قانون الفنان او اللي في صدد الاصدار ديالها. وهنا كنهضروا على الشق المرتبط بالحماية الاجتماعية، وكنهضروا على الحد الادنى للاجور، وكنهضروا على العقود النموذجية، وكذلك كنهضروا على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بالنسبة لنا الهدف ديال هذه الورشات التكوينية هو تنمية الوعي عند المنخرطين بالأهمية اللي كتقوم بها النقابة من خلال المساهمة ديالها مع المتدخلين والوزارة الوصية. هنا أتحدث عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل كقطاع وصي، قطاع ثقافي، وكذلك وزارة الشغل.
بالنسبه لنا كنهدفوا من خلال هاد الورشات هذه انه هاد المكتسبات اللي حققتها النقابه الى حد الان وكذلك التحديات اللي مازال كتواجهها خصوصا في الشق المرتبط بالجانب التشريعي هو ان هاد الوعي هذا يكون عند المنخرطين. وفاش كنهضروا على المنخرطين على المستوى الجهوي وفاش كنقولوا المستوى الجهوي كنهضروا على 12 الجهه. حنا الان كنتواجدوا في جديده وهذه محطه من ضمن المحطات اللي النقابه كتسهر عليها وكتسهر على تنميه القدرات ديال المنخرطين ديالها من خلال الوعي بالمكتسبات وكذلك الافاق ديال التحديات اللي مازال النقابه يعني ساهره على التنفيذ ديالها وعلى الاشتغال ديالها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.